سيدة فرنسية اعتنقت الإسلام وعاشت في الجزائر، وأهلها كلهم غير مسلمين في فرنسا. ثم أصيبت هذه السيدة بمرض خطير بالسرطان، وذهبت إلى الطبيب الذي تابع حالتها وقال لها: إن المرض انتشر في جسدك كله، يعني لا أمل بالشفاء، وما هي إلا مسألة وقت قصير وتموت. وعمل لها ملف ووضع تقاريره وصور الأشعة وغيرها في الملف، وعندما علم أهلها بمرضها قالوا لها: هذا غضب الرب عليك لأنك أسلمت، ارجعي عن دين الإسلام، عسى الرب يعفو عنك. فلم تستمع لكلامهم وتمسكت بدين الإسلام، فعرضوا عليها أن تأتي إلى فرنسا ويكشف عليها أطباء كبار أفضل من أطباء الجزائر. فسافرت إلى فرنسا وهم يعلمون تمام العلم أن لا أمل في الشفاء، ولكن قصدهم أن تكون عبرة لمن يعتبر ممن أراد أن يسلم ويدخل في دين الإسلام. فراحوا يلفوا بها على الكنائس ويقولون للناس: هذا جزاء من يدخل في دين الإسلام. فبكت المرأة بكاء شديدا بعدما عرفت قصدهم، ثم رجعت إلى الجزائر تنتظر الموت على دين الإسلام. وفي ليلة من الليالي فكرت أنها لو ماتت ستكون عبرة لمن لم يعتبر من أهل بلدها، وسيقولون إنها ماتت لأنها دخلت في الإسلام. فتوضأت في جوف الليل وفرشت سجادة الصلاة وقامت الليل تدعو الله: يا رب، إني لا أخاف الموت ولقاءك، ولكني أخاف أن أموت ويشمت بي لأني أسلمت، ويخاف الناس من الإسلام. يا رب اشفني وعافني لكي يعلم الناس قدرتك ورحمتك ويدخل الناس في الإسلام، ولا أكون أنا السبب في تنفير الناس في الإسلام. ثم أغشي عليها وراحت في غيبوبة حتى استفاقت في العصر من اليوم التالي ولم تشعر بأي ألم، فعرفت أنها صحوة الموت وإنها ستموت الآن. ولكن عندما جاء الليل لم تمت، وقامت الليل حتى الصباح ولم تمت، فاندهشت ولم تشعر بأي ألم. فذهبت إلى طبيبها المتابع لحالتها، وبعدما أجرى لها الطبيب جميع الفحوصات سألها: من أنت؟ قالت: أنا فلانة وملفي عندك. قال الطبيب: إنك شخص آخر غير الذي في الملف، الملف يقول إنك عندك سرطان في حالة متأخرة، وأنت ليس عندك سرطان نهائي، لم تصابي بالسرطان مطلقا، من أنت؟ فسجدت لله حمدا وشكرا. انظروا أيها الأحبة إلى رحمة الله تبارك وتعالى كيف يستجيب لعباده. اللهم من ساهم في نشر هذا الفيديو فاغفر ذنوبه واشرح صدره ويسر أمره واسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.